كريمه لنا في حفله تتويجه طلاب حاصلين على شهاده. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم مدام خمسة في شكل من مؤسسة المنى مسؤولة عن مؤسسة المنى. احنا فرحانين جدا بهذا التتويج. احنا نورمالمون دائما مداومين على هذا التتويج سنوات، حنا كنعرفوا نفس المستوى ان شاء الله. الحمد لله غادي واحد السيرورة طيبة وجميلة. كنا الاولين على الصعيد الوطني في 2016 وكنا الاولين 2017 على المستوى الجهوي، ودابا 2022 تبارك الله عندنا جوج تلاميذ متفوقين اليوم، سعود وابتسام أكتيل، في المسلكين تباعا علوم رياضية بي وعلوم فيزيائية، وحصلوا على كمعدل 19.37. حنا فرحانين بهذا التتويج، فرحانين بهذه الرتبة على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الجهوي، وكنتمناو نواصلوا هذه المسيرة ونكونوا في المستوى ونبقاو في المستوى ان شاء الله في السنوات المقبلة. وهذه المسألة كنخدموا عليها وان شاء الله غيكون خير. شكرا. والأطر الإدارية كذلك اللي كانت صارت معنا وباش تهيئ لنا الجو المناسب صراحة. أنا كنت كنخدم في الدار، يعني لي كور ديالي ما كنتش كنخليهم يتراكموا عليا، يعني كانت النتيجة متوقعة نوعا ما، حيتاش كنت نقول غادي نجي مزيان، ولكن باش نجي الأولى على صعيد الجهة هذا كانت مفاجأة بالنسبة لي أنا وعائلتي. أكيد العائلة ديالي كانت الأولية، وكانوا الأساتذة حتى هما كانوا دايما كيشجعونا سواء معنويا يعني من كل الجهات. بالنسبة للميولات ديالي أنا صراحة كنميل للطب إلى كتب الله. بعدا الحمد لله على أول وآخر بفضل الله وتوفيقه أولا وأخيرا، وهي ثمرة واحد المجهود ديال الأسرة ديال الأطر الإدارية والمجهود الشخصي أيضا للتلميذ، لأنه طيلة السنة فهي تجتاز المثابرة والكتب والسهر طيلة السنة كي تبارك على هذاك التوعان في النتيجة. والحمد لله رب العالمين. بالنسبة للنجاح لا بد من واحد المواكبه ديال الاسره، المواكبه ديال الاطر الاداريه والتربويه، ولكن العامل الحاسم هو الجانب الشخصي، يعني التلميذ دوافع داخليه بالنسبه للتلميذ تكون عنده الرغبه ويكون وجداد، هو العامل الحاسم، يعني مجهود شخصي التلميذ ضروري. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو 7 تي في.